حضرتك قاعد بتكتب على الفيسبوك يا دكتور محمد انا ادعوك، وانا في كامل احترامي وتقدير حضرتك انه حضرتك ومعاك مجموعه تختارها وتعالوا نلف على كل هذه المزارع، كل هذه المزارع في توشكا، الفرافره، في واحد في الوادي الجديد، في شرق العينات، في الكفره، في الضبعه، في مدينه السادات، في غرب المنيا، في بني سويف، في اللاهون، في الاسماعيليه، في مطروح، في وسط سيناء، في شمال سيناء. يلا اللي بقول لك عليه ده كله اماكن انا شفتها يا دكتور محمد. احنا عندنا شح مائي وحضرتك بتتريق عليه، وزير الري قال عندنا شح مائي. حضرتك عارف ان النموذج العالمي او الرقم العالمي 1000 متر في السنه للمواطن. عدد السكان النهارده 106 مليون وعندنا 10 يبقى 116 مليون. تقسم حجم الميه، كميه الميه اللي بتجي لنا كل سنه 55.5 زائد الميه الجوفيه زائد الميه المعالجه زائد الميه المحلاه، في الاخر نصيب الفرد في مصر اقل من 500. ده اسمه شح مائي وفقا للتعريف العالمي. اعتقد انه ده ليس مجالا للتشكيك وليس مجالا للسخريه وليس مجالا للمكايده السياسيه. انا يا دكتور محمد عندي استعداد لو حضرتك توافق وتمنحني هذا الشرف، هجيب لك عربيه من القناه واخدك من عند البيت ونتحرك وفق خطه زي ما انت عايز. معاك، انا معاك لو تسمح لي، ونروح نزور كل هذه الاماكن، كل هذه الاماكن، واقعد واسال. لكن نحن نقعد نستقي معلوماتنا من قصات صحفيه اعتقد لا يليق بعالم زيك يا دكتور محمد. لا، وكمان بقول يا ريت اداره الشؤون المعنويه وهم يعني الحقيقه مش مقصرين في حاجه، ان احنا نعمل جوله لبعض كبار المفكرين والعلماء العظام زي الدكتور محمد ابو الغار وغيره، ونقدر نعمل لهم رحله كده بالطياره يبصوا على مصر من فوق، شوفوا التغيير اللي حصل. الدايره يا ابني اللي جبناها امبارح، هات لي يا ابني الدوائر. الدايره دي يا دكتور محمد، الدايره الصغيره اللي انت شايفها في التلفزيون او في على الشاشات، الدايره الصغيره دي تعرف كام فدان يا دكتور محمد؟ احنا بنشوف الدوائر دي اكنها يعني دوائر، يعني الواحده فيهم قد النق التربيع بتاعها 3 متر و4 متر، شايفينها حاجه بسيطه جدا. الدايره الواحده من دول 75 فدان. الدايره الواحده 75 فدان، في هنا في الدلتا اهو الدايره الواحده من دي 75 فدان. يا جماعه الفدان عشان يتصلح احنا فلاحين وعارفين بيكلف قد ايه. احنا بنصنع من فسيخ شربات. المايه المعالجه اللي موجوده في كانت بتربي في البغاز لمناها في بحر البقر وعملنا حوالي 6 مليون ولا 5.6 في اليوم الواحد متر في اليوم، والمحسمه مليون متر في اليوم الواحد، والدلتا الجديده محطه معالجه بتعمل 7.5 مليون في اليوم الواحد. جمعهم كلهم هيطلع 13 مليون متر مكعب ميه معالجه في اليوم الواحد. في السنه يعمل حوالي 5 ولا 6 مليار متر مكعب، اضيفهم على بتوع ميه النيل يبقى عندي حوالي 60 ولا 61 زائد الميه الجوفيه. عشان كده بزرع. واعتقد التقارير العالميه وشركات اوروبيه مش عايز اقول اسماء كله بيفكر يقول لك الدلتا الجديده دي، المشروع الدلتا الجديده نفسه اللي على محور الضبعه 2.2 مليون فدان. 2.2 مليون فدان. شركه مستقبل مصر نصيبها منهم 1,050,000 فدان. اذا كنا احنا من كتر الارقام والمشروعات انتوا اتلخبطتم، فاحنا نعيد الكلام تاني وندعو معالي وزير الزراعه المحترم السيد القصير يطلع بيان بحجم المساحه المنزرعه في مصر دلوقتي في اللحظه دي، صوره واقعيه دلوقتي. احنا عندنا كام مليون فدان مساحه منزرعه وكم مليون فدان مساحه محصوليه، وكنا كام 2014، وصلنا لكام النهارده، ونشوف احنا كل سنه بنصلح وبنعمر وبنزرع قد ايه، وكنا بننتج قد ايه قمح وبننتج قد ايه النهارده، وكنا بننتج قد ايه بطاطس وقد ايه النهارده، وكنا بننتج قصب سكر قد ايه والنهارده بننتج سكر قد ايه. مش بعمل تمايز، بقول احنا كنا واصبحنا، بقول المجهود اللي يبذل بيستحق الشكر والثناء والدعاء بالاستمرار والاكتمال، مش بيستحق ان احنا نحبط الناس ونيأس الناس. ولو كان كلام الدكتور محمد ابو الغار حقيقي لاعتذرنا له،
بقول لك يا دكتور محمد كامل احترامي وتقديري لحضرتك ونوايا حضرتك التي اثق 100% انها صادقه، نواياك صادقه، لكن 100% اعلم انك لا تعلم، واعلم انك معلوماتك خاطئه. انا اسف والله، ده عمل عام وسياسه وبنتكلم. انا بقول لك ما اراه وما رايته، مش بدافع عمال على بطال، مش بدافع عمال على بطال، ماليش مصلحه والله، والله ما حد ولا حد قال لي يقول، ولا عمر حد قال لي يقول، ولا في حاجه بيني وبين حضرتك ولا غيرك، ولا انا زعلان على الحقيقه الذبيحه على عتبات المثقفين، الحقيقه الذبيحه تحت عتبات المفكرين، الحقيقه الذبيحه تحت عتبات المخلصين زي الدكتور ابو الغار. يا جماعه الدايره الواحده دي 75 فدان، شفنا هذا الكلام، وزملائي اللي راحوا معايا شافوا هذا الكلام، والمستثمرين امبارح شافوا هذا الكلام. يا جماعه احنا ليه بنخجل من قول الواقع؟ هو انا بحب الدكتور ابو الغار ما ينفعش ارد عليه؟ في ناس تقول لي يا اخي انت رديت على الدكتور ابو الغار ليه؟ والله لاني احبك يا دكتور، وما سمعته عنك انك راجل مخلص وغيره جعلني انبه حضرتك وسيادتك ومعاليك انه معلوماتك غلط. ويا ريت تاني بقول يا ريت اداره الشؤون المعنويه يعملوا رحله لهؤلاء العلماء الكبار والناس اللي مش عارفين ومش شايفين ومش واعيين ومش فاهمين الموضوع، مش قصور منهم، وانما يا سيدي خليها فينا احنا، ناخدهم نلففهم ونفرجهم على ما جرى في مصر، على ما تغير في مصر، على ما انجز في مصر. حرام حرام عليكم تضيعوا شأن الناس، حرام عليكم ترموا تراب على عرق الناس، حرام عليكم تحبطوا الناس، حرام عليكم تيأسوا الناس، حرام عليكم تخفضوا الروح المعنوية للناس. كفاية حرام، والله حرام، والله عيب اللي بيحصل فيك يا مصر، عيب ما يصحش.